السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي كل مشاهد قناة الزيتون مرجان في المكان داخل الوطن أو خارج الوطن. أحبابنا أهلا وسهلا بكم جميعا، احنا في السوق الأسبوعي بثلاث فيني اقليم سطات، واللي ما عرفوش كاين في المملكه المغربيه هاد الخيرات والروال الجاليه المغربيه والناس مال المدن الكبرى بالمملكه المغربيه. وكل مشاهد قناه الزيتون مرجان في المكان داخل الوطن او خارج الوطن، احبابنا اهلا وسهلا بكم جميعا. تحيا الناس ميلانو مليم صبر محمد الفاسه نقص شويه تاني انت بنحسبوا اليوم الفاسه ب 2400 تباك في الفقيه بن صالح، خليهم يبيعوا ب 2200 هنا. دي من 22/10/2024 الخيرة والرواق الجميع المشاهدين غير صبروا لنا معاهم هاد 120 راهم يتباكاو، قالك ما توريهمش الثمن وانا تنوريكم الثمن لاخوان تونا اللي في الجالية المغربية او الفلاحة او الكسابة او كل واحد. صبروا مع موري الفاسة ولاد عزوز راهم يسحقروا هنايا، قالك لا راهم سير عدادي سير عدادي سير عدادي اياك وبشحال بعتو هذاك؟ 12 مليار. التبيعة ب 2400 تا خطير تا. شحال باع عليكم؟ 7 ونص. كي داير بخير؟ الله يحفظك. 7.5 الحرة الكركاز أو كل واحد اش يقول النفلة مخلط ربيع مخلط بالعمال النفلة النقع الحمراء كل شيء هيا كاين ما يتكل وصافي. لاباس بخير الله يحفظك. شحال بعتوا هاد؟ هذا بعناه ب 750 وهاد الخيش هذا 800. وعلاش هذا دايرين ليه 750 راطو؟ راطو راطو ولكن مليح راطو مليح بلاط كبارات راطو مليح وتبن جديد. الله يجيب التيسير امين. وبشحال الخيش العامر؟ 12 هذا 12 شك مضروب على 1200 سالي كاع اللي جا من الله 1200 ويني تيقول لنا الخيش عامر ودير لي طابيه والجوده واخا سالي مرحبا. الخيرات راه موجوده ومضوبله ويني كاينين هذوك السابق تيديو هاد الخيرات تيتباع الخيرات تنوريوها لجميع المشاهدين قناة الزيت المرجان والحباب تونا في المكان. يا كي دايرت؟ بشحال بعتو هاد؟ ب 1000 ريال هادو تما تيبيعو ب 1000 ريال تما حريفي كاع في التبن. قطع لها يبان لك يقول لهم 12 هذاك هذاك تيقول هو قال 1200 تقطع على عباد الله تقطع على الدراويش وعلياه وقال لك تقطع على عباد الله ما ياش دالين هذاك السيد كيفاش قلتي؟ لا شوف شو هسي لا كان هضر معاك دابا قال لك تتقلبوا الخيش انتوما ها؟ اسمع 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 شو العمارة شو العمارة دير واحد الفيديو شوف قال لك العمارة شوف العمارة يقولوا هاك الدالين يقولوا شنو يقروا 2200 2000 واش؟ و 800 درهم؟ مليحة مليحة. ديما احنا في الفصة هذي 16 16 باش بعتي؟ هذا باع ب 2400 باع جملة وتيقول لك 1600 ديما قناة الزيتون المرجان تحت الحريفية هانا قطعة ب 600 تونات تيسة تونات كما تيقول لنا 700 باش باعوا وماركة كديدي كيكذبوا قال لك عطاو عليه قال لك عطاو 600 قلت لي انا احسبها وين الخنيشات راه غير دايرين
ها خنيشات غير خنيشات ديال تاونات خنيشات تاونات مرحبا 640 600 شحال عندك طالبان هنايا شحال عندك 700 بالا عطوك 600 الله يربح ب 600 الله يربح شحال تبيعي 140 كنقول تيكون 640 140 ثمنه مزيان ثمنه مزيان ثمنه ايه راه كاين غلا من هاد الشيء راه كاين حاجه مزيانه غلا هذا زعما داير غليظ تاع السقيان هذا البال على وجهه كاين اللي بالف كاين اللي ب 800 1900 وكل شيء كتا هاد البال ب 640 على حساب الغلا مزيان ايوا كما قالوا هاد الناس احنا حنا ورينا المشاهدين قناه زيتون مرجان نحييهم فين ما كانوا من طنجة الكويرة في القرى في البادية أو في المدن الصغرى والكبرى بالمملكة المغربية أهلا بكم جميعا شحال الخيرات وهاد العشبة تاع الحارة شحال 900 ريال وهاديك العشبة اللي متكي عليها شحال 1300 شحال 1300 بسبولو اشنو قادرين بسبولو تيتيكار والشعير كما تشوفوا الخيرات في الثلاث فيني راه الخيرات موجوده وان كل شيء تيتباع الخيرات كاينين بناء كسابه هنايا كاينين الكسابه كما تشوفوا وكل حاجه بثمن تاعها تنوريهم لجميع المشاهدين الحباب تاعنا داخل الوطن او خارج الوطن اشنو هو قلتي ليه؟ واسمو كاذبو واسمو ديال اخرى عشان هي قلتي لي اش قلتي انت انت شحال قال لك انت سير بينا عبد الرحمن شحال عبد الرحمن قزار و ثلاثه عطيناه 1050 شحال قال لكم؟ عطيو الدريويش عنده الصير تبارك الله يحسن العون. سير سير اخويا سير. اش لاهي؟ واحد بربعه د النيل بكره. والده رباق. اي شهبه ديال العربي. شحال والده؟ رباق. اكبر خطير. اكبر خطير هذا. شحال بعتي هذاك الراطو؟ هذا الراطو ما قالوش لينا تا بشحال. ماشي راطو هذا راه سبولو الفوق شحال شحال فوق ولتحت شحال 700 راطو راطو ب 700 باش تك ما بقاوش حتى بعد بسبولو غادي يكون ب 14 هذا ولا ب 13 قول لي بساعة السنك انت قول لي بساعة السنك البيكو بتخلص اسمعوا جميع المشاهدين قناة زيت المرجان الحريفية تؤتمن جيو نهار ثلاث راه البلاد تاع الكسابة كل شيء تيتباع كل شيء تيتباع شوف تبارك الله شحال ديال الخير والبهايم مشاو انت شوف فيا البهايم مشاو وانت بقى ديك انت وحدك 400 وما تبيعش هذا راه راجع من بالحمد راه كنقول لك تباك ما تقول الصراحة راه ما عندوش المليح المليح راه تيتباع هذا مليح حنايا كنبيعوه ب 8 ما عندنا حاجة نقضيوها ايوا هذا كاع ماشي هاد الحاجة اللي تقضيو فيها حتى حاجة نقضيوها هذا راه ولد عزوز كضاربين ولا ما ضاربينش ما بحال ما عقلتش عليه شوية اجاكم بالحمد اجي زيد لنا خطير خطير انت بلاد ما يخليها انت بلاد ما يخليها اش متمن عنده هاد؟ تقول لي متمن اليوم ما بغاه حد ما بغاه حد وهاد الشيء اللي خارج؟ ما خارج هذا بشحال خارج راه خارج ب 400 اي ب 400 التمن هنا كاين 1000 وكاين 12 كاين 700 ما كايناش والله ما كاين اعلى منه والله ما كاين 1000 والله كان الزهور انت بغيت الغربه ما يجيوش السيمانه راه الجايه ما يدخل حتى واحد يجيو 600 ولتحت وما كاينش الفكاكه الناس راه تمحنت ما لقاش حتى الخبز ومن خبز كارم مليون لا هذا راه سوق الخلا قول لهم بحال هكا قول لهم قال وتخلى تيخلع في عباد الله اي هما دار والو سير سير الله يتارك بالبلاد سير حي باين لهم ناقص 40000 في التور هي 100000 في البقره
قلت زايده مليون في البقره. انا قلت لك ناقصه 100,000 في البقره. ناشد شحال الخيرك؟ 900. اهلا. حاجه مليحه. حاجه مليحه. على حسابك مليح؟ مليح. اشنو هو هذا؟ هذا 18 ديال القمح. وهذا اشنو هو؟ هذيك متافه هذيك. بسبوله. متافه بسبوله ديال الشعير هذيك. شحال دايره؟ هذيك عطاونا 50 درهم الزيتون. وشحال قلتي لهم؟ قلنا لهم 60 درهم. الله يجيب التيسير.